في نسخته السادسة وقع الاختيار على المغرب ليحتضن المؤتمر الدولي حول المرأة العربية في علوم الحوسبة، وذلك من 7 إلى 9 من مارس الجاري بالمدرسة المحمدية للمهندسين، تقديرا وتتويجا لكفاءات المرأة العربية في مجال المعلومات والتكنولوجيا. هذه الندوة تهدف إلى لقاء النساء العربيات العاملات في مجال الإحلامكات. أهمية هذا اللقاء تكمن في تبادل الخبرات بين المشاركات وتقديم نماذج في هذا المجال، وأعتقد أن الحدث الذي يتزامن مع 8 مارس يبعث إشارة إيجابية على عمل النساء بفضل مثابرتهن ونضالهن، الأمر الذي مكنهن من تحقيق أمور جيدة. هذا الحدث ذو أهمية كبيرة بالنسبة للمغرب وللدول العربية، وذلك من أجل تقديم وتوضيح نماذج لنساء مغربيات وعربيات اللواتي نجحن في مسارهن في مجال الإحلامكات. هذا المجال يتيح الكثير من الفرص بفضل التطور التكنولوجي الحالي في العالم، وأيضا بفضل البرامج التي أطلقت في المغرب. حضور مكثف لنساء من مختلف الدول العربية يعملن على تبادل خبراتهن وتجاربهن في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويسعون إلى تطوير أفكارهن قصد احتلال صدارة مشاريع البحث والصناعة عبر العالم. نتقابل تقريبا كل 2 سنين حتى نعرف شو الإنجازات الأخيرة اللي حصلت في مجال المرأة في التكنولوجيا، ونستفيد مع بعض من هذه الخبرات، وبيحاولوا كمان يسردوا الخطة للسنة القادمة حتى نكون يعني إلى آخر صيحات التكنولوجيا وتقوية المرأة في هذا المجال، ويعني لقائنا هذا يكون بشوق وبحرارة. المؤتمر الدولي حول المرأة العربية في علوم الحوسبة فرصة للاحتفاء بطاقات عربية مبدعة في مجال المعلومات، تشجيعا وتحفيزا لهن من أجل بذل جهد أكبر وعطاء أوفر.